تحالف ربيع الكرامة ينظم اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة استئناف بالرباط، لأن هي مصدرة الحكم الذي يعني صدم كافة المكونات النسائية والحقوقية والديمقراطية بصفة عامة وكافة مكونات الشعب، بل امتد صدى هذا الحكم حتى إلى خارج المغرب، في الوقت اللي وزارة العدل كتعرف واحد الدينامية ديال مراجعة التشريعات المغربية وضمنها القانون الجنائي اللي كانوا متابعين به الجنات وقانون إصدار الجنائية، وكذلك أصدرت مسودة لقانون يعني العقوبات البديلة. هذا الحكم نعتبره بأنه يشجع على الإفلات من العقاب جرائم العنف ضد النساء والفتيات وخاصة الاعتداءات الجنسية، لأن أحد الفصول المتابع بها المتهمين اللي كانت متابعة بالتغرير بقصر عن طريق التدليس وكذلك هتك عير نتج عنه افتضاد البكرة ونتج عنه حمل، يعني العقوبة في فصل 488 تصل إلى 30 سنة سجنا، فكيف يعقل أن يعني يخفف الحكم إلى مستوى سنتين اللي هي عقوبة حبسية وليس عقوبة سجنية كما يحدد ذلك أحد فصول المتابعة. لأننا اليوم كاتحاد عمل نسائي لبينا دعوة ربيع الكرامة للحضور لهذه الوقفة من أجل التنديد بالحكم الصادر في قضية في اغتصاب طفلة تيفلت. هذا الحكم الذي يعني تمكن المغتصبين والبيدوفيليين من ظروف تخفيف ومكنهم من الإفلات من العقاب ضدا على القانون وضد على كل مكتسبات في المغرب. هذا الحكم الذي اعتبر الظروف الاجتماعية للجنات واعتبر أن الفعل أو الجريمة الشنعاء التي ارتكبوها ليست بالخطورة التي تستدعي تطبيق مقتضيات أو تطبيق العقوبة المقررة في فصول المتابعة. أكيد أن هذا الحكم من شأنه أن يعني يعطي مجموعة من الرسائل. أولا أن كل ما يعتمد داخل المغرب إذا لم يتم تعزيزه بقوانين وطنية مساواتية يعني يتم تنقيتها من كل مظاهر تمييز، أكيد أن عملنا ما زال طويلا وأن كل ما يمكن أن نبنيه من خطط واستراتيجيات وأعمال لا يمكن أن ترقى إلى المطلوب وترقى إلى حماية النساء والفتيات. هناك العديد من الطفلات والأطفال اللي كيكونوا في وضعية إعاقة ذهنية سمعية بصرية أو جسدية، وبحكم يعني أنه كاين في وضعية ضعف فبالتالي كيشكلوا همايا واحد المادة ديال هاد المغتصبين، لأنه ما كيقدروش يدافعوا على راسهم وما كيقدروش حتى يوصلوا أشنو اللي تعرض لهم، فبالتالي القضاء ملزم مرة أخرى أنه يرسل إشارات قوية، رسائل قوية أن الدولة المغربية تحمي الأطفال ديالها والمغرب جدير بالأطفال ديالو كيفما كان النوع ديالهم، وبالتالي الضرب من حديد مرة أخرى على هاد المغتصبين اللي بداو كينغصوا الحياة ديال الأطفال، لأنه المأساة راه كتستمر ولو يكون الحكم كيفما بغى يكون. هاد الطفل اللي تغتصب في حياته راه كيأدي الثمن مدى الحياة.